منتزه المانجروف من جديد. هذا المنتزه الجميل حقيقة، الساحر بكل ما تعنيه الكلمة. الله الله الله، بالفعل مكان جميل جدا. شفتوا هذه نبتة المانجروف، هذه النبتة الساحرة. وهذا المكان اللي دائما احنا نحلم بأن يكون منتزه طبيعي ويكون فيه كده لمسات جمالية. لمسات الجمالية مثلا أنا أقترح أن يكون فيه قوارب هنا في هذا المكان، وقوارب هذه الصيد تكون قوارب صغيرة كده، مجسمات تكون، وشوية بط تنوضع في هذه البحيرة الجميلة أو في هذا المكان الجميل الحقيقة. تخيلوا إيش قد ممكن يكون هذا المكان جميل بهذه المقترحات البسيطة، شوية كراسي في هذه الأماكن الجميلة.